انا بحب المكرونه بالبشاميل قوي، وانا بابدع فيها جدا، ولازم اعزمكم عليها مره. ان شاء الله. لا حاجات كتير قوي قبل ما افتح عينيا، لا حاجات كتير بقوم يعني حاجات ما في حاجات ما اقدرش اقولها يعني، خاصه بيني وبين ربنا طبعا سبحانه وتعالى، وفي حاجات اقدر اقول لك انه لازم اشرب ميه اول ما اصحى من النوم، نسكافيه ضروري الصبح عشان ابتدي يومي وانا مركزه يعني، واصبح على مامتي، عصافيري عندي عصافير بحبهم قوي، لازم اقوم انا احط لهم اكل بايديا يعني. زمهله كويه عشان بس ما نضيعش وقت مع بعض، وبس عاشقه للون الاحمر. ما بقتش بحط في دماغي فكره ان انا محسوده او حد عامل لي حاجه او الكلام ده، لانه ما بنصدق او بنقعد نقول اه انا محسوده، انا حد عامل لي حاجه، انا حظي مش كويس، كل دي كلمات سلبيه فبتخلي اللي مش حاصل لك يحصل لك، فغلط. هو دايما لازم نقول انا كويسه، انا بخير، انا حظي كويس، ربنا بيعمل لي كل الحاجات الحلوه، على طول تكون كلماتنا بشكل ايجابي. روبرت دينيرو، ميريل ستريب.